خلينا نختلف وياك على المؤثر الاقليمي وتاثيراته على الواقع السياسي. هنالك انتقال بالمشهد الاقليمي، الخلافات الايرانيه السعوديه قد قلت، التدخل الايراني وتاثيراته على الاذرع هنا قد قلت، والاذرع اللي موجوده هنا في الداخل بدات تبحث. الله يخليك، لا تكمل الفكره لان ترى بقلبنا غصه. ماشي انا لا ماكو هيك شيء. اليوم اللي قلت لك انا هذا اللقاء اللي تحدث به نجاد قال بما انه احنا قد نخضع لعمليه تقسيم واعني بها ايران وتركيا والسعوديه، فلنذهب الى تقاسم مناطق النفوذ وبالتحديد في العراق. والان اذا صار اتفاق فأنا شخصياً أشكك بالنوايا أنه سابقاً كانت النفوذ على أنه يجب أن يكون العراق كله إلي، الآن ربما اتفقوا فيما بينهم لتقسيم أن تكون المناطق ذات الأغلبية الشيعية مجالاً حيوياً ضامناً للمصالح الإيرانية، يعني والمناطق ذات الأغلبية السنية مجالاً حيوياً ضامناً للسعودية، وإحنا بالوسط عالقين. ليش؟ أنه اثنينهم يريدون يواجهوا الأمريكان وإحنا ما عندنا قناعة نواجه الأمريكان. يطلعون عندنا قادة رأي الآن في داخل المنتظم السياسي يقول أبويا أنا ما عندي مشكلة ويا الأمريكان، ما عندي مشكلة ويا الروس ويا الصين، أريد أبني بلدي عفوني. أنا عندي 4.5، هاي بالمناسبة الإحصائية عام 2011 قبل دخول داعش. إحنا 4.5 مليون أرملة ويتيم دننباد، أبعدوا عنا مشاكلكم وشفونا شركم وعود بيننا وبينكم مصالح حدودية فقط. هذا يعني هاي إرادنا إرادة وطنية، شلون نصنع إرادة وطنية في ظل هذا الوضع اللي الاتفاق الإيراني السعودي لتقسيم مناطق النفوذ بين الدولتين. راح أقول لك شيء، تصريح لنجاد يقول لماذا نتصارع نحن والسعودية في العراق، لماذا لا نتقاسم النفوذ؟ طبعا النفوذ شنو؟ السنة يتبعون السعودية والشيعة يتبعون إيران، لكنه بين هذا التقاسم للنفوذ اكو شيء ضايع اسمه وطن، اسمه عراق، اسمه حلم شعب ان ما يكون تبع للاخرين. الامريكان اللي عبروا الحدود واسقطوا نظام معتهم حجه وعاتهم ذريعه، بالتالي يسلمون العراق بعد الفلوس اللي صرفوها يسلموها للسعوديه ولا ايران. ولذلك ترقب الايام القادمه.